اللي قدامنا ده كيلو من الدقيق، عجناه بنص كيلو من اللبن، يعني كوبايتين من اللبن. والخميرة اللي أضفناها هنا عبارة عن خميرة متربية زي اللي في الكيس ده. يعني ايه خميرة متربية؟ ده اللي عايزين نعرفه النهاردة، ايه هي الخميرة المتربية. احنا بناخد عجين نكون مجهزينه مخمرينه بالشكل ده، باخد منه ما يعادل مثلا معلقة كبيرة بالشكل ده من العجين بتاعه، واكبسها بكوباية من الدقيق لغاية ما اخلي المعلقة الكبيرة دي من العجين بقت ناشفة قوي. بعد كده بغلفها تاني بكوباية من الدقيق يعني حوالين العجينة، واحطها في كيس زي ده، اما احفظها في الفريزر او احفظها باب التلاجة، استعملها المرة الجاية ادوبها في شوية مية دافية واعملها خميرة متربية لأي عجين تاني. وانا النهاردة بعمل قرص طرية بالخميرة المتربية اللي قلت لكم عليها ديت، اللي انا كنت مجهزاها في باب التلاجة من امبارح او من اي يوم، لانها ممكن احفظها في الفريزر لمدة كبيرة يعني، او ممكن احفظها بطريقة تانية ان انا احط الخميرة المتربية دي احطها في وسط شكارة الدقيق او من غير ما احطها في تلاجة او اي حاجة، فالتقل بتاع الدقيق اللي موجود في الشكارة يعني بيوقف بقى نشاطها خالص لغاية ما استعملها المرة اللي بعدها. فالمهم انا اخدت الخميرة المتربية دي اللي كانت في باب التلاجة واخدتها اضفتها وعملتها هنا في كيلو الدقيق ده عشان اعمله قرص طرية. فحطيت عليها كوبايتين من اللبن الدافي مع شوية من معلقة من البيكنج باودر، عشان انا عايزاها تبقى هشة او زيادة عن اللزوم ومنفوخة وطرية. ايه وممكن اكتفي بس بالخميرة المتربية ديت، بس هتاخد معايا وقت زيادة في التخمير، فانا عايز اعجل التخمير بتاعها في خلال ساعة عشان استعملها، لكن لو قدامي ساعتين تلاتة هكتفي بالخميرة المتربية ديت واسيب العجينة تخمر على راحتها، وده بيكون افضل في الطعم وفي النتيجة كمان، لان الخميرة المتربية بتدي ريحة كده للمخبوزات جميلة قوي وبتدي قيمة غذائية عالية. فبعد كده بحطيت عليها بقى نص كوباية من الزيت مع رشة ملح ومعلقة سكر، وده بالنسبة لكيلو الدقيق اللي قدامي ده، وسبتها لما خمرت بالشكل ده. هقطعها واحطها في الصواني وادهن وشها بيضة كده وشوية سمسم واخبزها ووريكم شكلها بعد ما تختمر وندخلها الفرن ونخبزها مع بعض. ودي طريقة بقى لعمل القرص الطرية بالخميرة المتربية، وبعد كده هنشوف طريقة عمل الخميرة المتربية في فيديو مستقل ان شاء الله. وده شكل القرص الطرية بتاعتنا اللي عملناها بالخميرة المتربية. بعد ما بططناها واختمرت رشناها مسحنا عليها كده بفرشة ببيضة ومعلقة خل، ورشناها بحبة البركة والسمسم، ودخلناها في الفرن بالشكل ده، وطلعت بالشكل الحلو الجميل ده، مستوية كده وطرية وهشة، كلها هشة طرية بالمنظر ده. ده منظر بقى القرص الطرية اللي عملناها بالخميرة المتربية. ده لسه بقى بعد ما هندخلها الفرن هتطلع ايه بالشكل ده. ده من كيلو واحد بس عمل لنا ست صواني.